يخليك. لا سيد الرئيس باش نكون واضحين، نقطة اودي راهي لا ما بغيتيش نمدو يدنا ما نمدوهاش، دابا اختار شنو بغيتو. لا ما يجاوبش حتى واحد، نجاوبك انا السيد الرئيس. ياك تيسيرا للعمل الذي نحن بصدده، اذا التقطنا الرسائل و يعني نتفاعل معها. الى تفضلتوا بخصوص نقط النظام، المادة 151 صريحة واضحة، لنا الحق في دقيقة في كل. السيد الرئيس، السيد الرئيس، نقط نظام، نقط نظام يحكمها النظام الداخلي، خاص تكون مرتبطة بشي حاجة ديال التسيير، تكون في الوقت معروفة شنو هي. كنظن بأنه لابد أن نحترم هذا الشيء ديال نقط النظام، ونمشيو في إطار أننا نتفاعل إيجابا مع دورة وافتتاح دورات تشريعية في إطار توجيهات صاحب الجلالة، أن خصنا نكونوا إفيكاس. نعم. لا لا ما عطيتكش دابا، ما عطيتكش كلمة، عطيتها للسيد تويزي. اسمح لي سيد الرئيس، ما عطيتكش دابا الكلمة. سيد الرئيس ما عطيتكش الكلمة، اسمح لي. بارك، شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد الرئيسة. سيد الرئيس تفضل، تفضل سيد الرئيس. سيد الرئيسة الله يخليك اللي ما عطيتش، الله يخليك اللي ما عطيتوش الكلمة. الله يخليكم، الله يجازيكم بخير. الله يخليكم، الله يجازيكم بخير. شكرا سيد الرئيس. السيد الرئيس، سيد الرئيس تفضل. السيد الرئيس شكرا سيد الرئيس. اولا باحترامتي السيد رئيس الفريق الحركه الشعبيه، ان هذه نقطه نظام لا علاقه لها بالماده 151، لان الماده 151 تتكلم حصرا عن مسائل تسيير داخل هذه، الا كاين شي حاجه تهم تسيير داخل هذه المؤسسه. ولكن ما جاء في كلمه السيد الرئيس بعيد كل بعد عن مساله ديال التسيير، فيها امور اللي كلنا متفقين عليها، هادشي اللي كتقول كلنا متفقين عليه، ولكن خارج نطاق الماده 151. وبالتالي السيد وبالتالي نعم لا لا كنهضر مع ما نجاوبو دعيني في المحكمه، راه هذا صديق كنهضر معاه. الاخوه اللي جا اذا السيد النائب، اذا السيد الرئيسه، السيد النائب، وانت كتجاوب انت كتحنق زمن الكرسي بوحدك، انت ما كتحنق السيد النائب، انت ما كتحنق السيد النائب. الله يخليك السيد النائب، السيد النائب راه تحتار واحد الحاجه سميتها الرئاسه. الله يخليك السيد الرئيس رقا، واسمح لي عنده الحق يهضر على راسه، اسمح لي خليه يهضر، حنا غادي نجاوبوه ماشي مشكل. تفضل السيد الرئيس.